تنسيق مع النادي الروتري والليونز لاحضار شيك ليهم لثلاجه وغساله وبوتاجاز. واي حاله اجتماعيه عاوزه مساعده من الاستاذ مجدي رقم التليفون على طول بقوله للجميع بعد المؤتمر للتوضيح. يقول ارسطو ان السياسه هي قياده وهي فن اسعاد المجتمع، وعندما تجد السياسه لا نجد مفر امامنا الا الخان مجدي شرفي. فليتفضل. اللي هو ميعاده 3/12 اللي بنعتمد فيه النهارده لاعتبارات زمنيه وجغرافيه. والمناسبه الثانيه هو الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر يوم 10 ديسمبر سنه 48 عن جمعيه الامم المتحده. وهذا البيان او هذا الاعلان متكون من 30 ماده كلها تحض على الحقوق الانسانيه والحقوق الاجتماعيه والحقوق الاقتصاديه والحقوق المدنيه الخاصة بحماية المواطن في أي بلد من بلدان العالم. نحن نعتبر بهذين المعاهدتين أو الإعلانين في الأسبوع ده. اليوم العالمي للمعاقين أو المعاق بيسموه حسب ما بيقولوا هم، إحنا أحيانا بنقول الحاجات الاحتياجات الخاصة، هو عالميا اسمه اليوم العالمي للمعاق. إحنا أهم المشاكل عندنا إن أهم حاجة الأقزام يلاقوا فرص عمل يشتغلوا. واهم حاجه ليهم فرص السكن كمان، واهم حاجه كمان ان نظره المجتمع تتغير للاقزام، لان القزم بيعاني مشكله جامده جدا من معامله المجتمع ليه في الطريق في اي حته في المدرسه. يعني الطفل دلوقتي طفل القزم بيعاني معاناه جامده من معامله الناس ليه وهو ماشي، اذا كان في المدرسه او بره المدرسه.